أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بعد قطع الغاز عبر ألمانيا نحو فرنسا، الغاز الروسي، وجدنا أمرا استثنائيا في عودة روسيا إلى شمال أفريقيا. الأمر يتعلق بطرد سفينة بليزون، كوماندر بليزون، الاف 793 من وسط المتوسط، أو على الأقل متوسط، وهذا يأتي في الترجمة صعب للغاية، إذ أن هناك شرق وغرب ووسط المتوسط، وبالتالي فإن وسط البحر المتوسط والذي يدمج من خلاله الفرنسي وليبيا في هذا الإقليم التكتيكي، فإن بليزون قامت بأكثر من 116 على الأقل مكالمة لمعرفة ما يجري داخل السفن، وأيضا 25 زيارة. كل هذا فرض اليوم الروس على وجه التحديد وفي شرق المتوسط. اليوم شرق المتوسط فيه أكثر من 12 سفينة إلى 14 سفينة تتحرك بموجب إعادة ملء كل من إيجا، وهذا ذكرناه أكثر من مرة، لأن هناك عدم رغبة روسية في وصول حاملة الطائرات الأمريكية، والتي هي محاصرة الآن في البحر الأيوني إلى بحر إيجا، لأن في بحر إيجا يمكن أن يكون هناك ضغط على دونباس، لأن هناك التوم هوك، والتوم هوك يمكن أن يصل في أي لحظة وفي أي دقيقة، يمكن أن تتحول النتيجة هناك في شرق أوكرانيا. إذن العمليات التي تنجزها وبشكل مكثف البحرية الروسية تمنع من جهتين، لا العمل الأمريكي فقط، وإنما أيضا العمل الفرنسي الذي أرادت من خلاله روسيا اليوم تجديد دورها. هنا يطرح سؤال: تجديد الدور الروسي في ليبيا ومن ثم ما بعد ليبيا وفي غرب أفريقيا وفي مواجهة الأسد الأفريقي في غانا، كل هذا، وهذا الذي تطرقنا إليه في أكثر من فيديو، وجدنا أن الأمر يتعلق الآن بطرد فرنسا. إن كوماندر بليزون، هذه السفينة من 7 من مارس 1981 لم يقع لها ما يقع الآن من طردها من ليبيا، من مقابل شواطئ ليبيا أو قبالة شواطئ ليبيا، وإنما أيضا في حركة كل وسط المتوسط. يعني أن الأمر بالنسبة لوسط بحر المتوسط أصبح اليوم الفرنسي لا يستطيع الحركة في شرق المتوسط، وفي غربه لديه أمامه الجزائر، وبالتالي فإن العودة إلى ليبيا والساحل لن يتم إلا عبر الجزائر. هذا هو السر لماذا جاءت المكالمة في هذا الظرف، ولماذا يريد الجزائريون التعاون، لأن تبون، الرئيس تبون، أصدق صدوق للرئيس ماكرون، لأن أبرز صديق على الأقل بالنسبة لكل من ماكرون وتبون فهي هذه العلاقة الشخصية. قد يضغط عليها واقع جيوسياسي، قد يضغط عليها أمور أخرى، ولكن العلاقة محترمة للغاية ما بين الشخصين. إذن بالنسبة للجزائر عليها تأثير العلاقة الشخصية بين تبون وبين ماكرون، وهذا معروف وصرح به الطرفان معا. اليوم هناك رغبة في تعميق العلاقة، هذا هو الشيء الهام للغاية. لماذا تحديدا؟ لأن فرنسا لا يمكن أن تعود للساحل إلا عبر الجزائر. هذه المرة من بوابة العودة المسلسل الديمقراطي، وهكذا فإن الطرد الذي تم من باماكو عبر روسيا وعبر نخبة الحاكمة اليوم في باماكو، أي النخبة العسكرية، فهؤلاء لا يقبلون بأي حال عودة فرنسا إلى أي دور في الساحل. اليوم فيه حرب ضد الدور الفرنسي من قبل الأنظمة المحلية وعلى رأسها باماكو،
المسألة الثانية أن هناك دعم روسي مباشر يحاول الجزائري ألا يكون طرفا في المعادلة في هذا الظرف على وجه التحديد، وهذا الذي يمكن اليوم قراءته بشكل واضح من خلال البيان الذي كان للمكالمة ما بين تبون وما بين الرئيس ماكرون. إذن طرده من البحر بشكل كامل وحصار بشكل لا يتصوره أحد، نحن نتحدث عن أكثر من سفينة طردت هذه السفينة الفرنسية، أكثر من سفينة روسية حركت كل السفن الروسية في 15 يوم من الأخيرة بين خليج سرت وما بعدها، كل هذه المنطقة التي تعتبر بمثابة حقل عمليات لإيريني كلها نسفت عن آخرها، جميع العمليات توقفت وتجمدت، وهذا واقع الحال في هذا الظرف على وجه التحديد. إذن لا إمكانية للعودة إلى الساحل من دون باماكو، ولا إمكانية للفرنسي في العودة إلى باماكو إلا بخفض خطابه، وقد خفضه إلى أبعد حد، وتقليل من هجماته، وذهب أساسا لودريون ذهب لهذا السبب، لأن لودريون شديد الحنق مع حاكم باماكو. اليوم لودريون انتهى، عندما عين السفيرة كولونا كان يرغب ماكرون في خفض الصراعات حول فرنسا خصوصا في غرب أفريقيا. إذن وزير الدفاع السابق الذي تحول إلى وزير خارجية في الولايات الأولى لماكرون كان من أهم ما فيه أنه كان يدافع على كرامة الفرنسيين كقوة. الآن لا يمكن إبداء مثل هذه الرغبة على الأقل بالنسبة لوزارة الخارجية، ولذلك فالسفيرة كورونا التي أصبحت وزيرة وهي التي تعرف جيدا إيطاليا وتعرف بريطانيا، وكما سبق أن قلنا بشكل واضح بأن كورونا تدرك جيدا ما معنى أن تكون مع الجزائر، والجزائر بوابتها قد تصبح معها فرنسا أقرب إلى باماكو وأقرب إلى ليبيا وغرب ليبيا، وهذا هو الأمر الذي يسعى له الآن ماكرون وتسعى له وزيرة الخارجية الجديدة. إذن بليزان جعلت من ماكرون مرتين تحت الصدمة، صدمة الغاز والذي يمكن للجزائر أن تسلم جزءا وأن تكون على الأقل جزءا من الحل، أما بالنسبة لبليزون وطرد هذه السفينة فهذا الذي أشكل على البحرية الفرنسية، وعندما طردت روسيا من قبالة الساحل الليبي بليزون بشكل نهائي ومن باقي المتوسط لسبب رئيس، لأننا أمام ما سمي بالتفتيش، انتهى التفتيش، انتهى عالم التفتيش، وأن فرنسا يمكن أن تفتش، والأوروبيين والاتحاد الأوروبي يمكن أن يرسل سفن أوناف فورمنت إيرني، هذه العملية قتلها الروس، انتهت ببساطة شديدة، وبطرد بليزون انتهت فرنسا من قضية التفتيش والعمليات التفتيشية، وكقوة في المتوسط انتهت فرنسا. هذا هو السبب الذي يريد من خلاله الفرنسي العودة من بوابة الجزائر إلى ليبيا ومن ثم أيضا إلى باماكو، وكل هذه المفاتيح لدى العاصمة الجزائر بالإضافة إلى الغاز. إذن الضربتان القاسيتان من روسيا في قضية الغاز وفي طرد سفينة بليزون من وسط المتوسط، كل هذا كان مدعاة لمثل هذه المكالمة من ماكرون تجاه الرئيس الجزائري. الرئيس الجزائري أيضا لا يستطيع اليوم وأمام حساباته أن يدخل في مواجهة ضد إسبانيا وضد فرنسا دفعة واحدة،
وأيضا مهم جدا أن ثقل فرنسا الآن أنها رئيسة الاتحاد الأوروبي وتسعى جهد الإمكان كرئيسة للاتحاد أن تستعيد جزءا من حركتها، لأن ما دامت هي الرئيسة فعلى الأقل فرنسا تريد أن تؤطر العملية الأوروبية ليس في اتجاه فقط روسيا وإنما في اتجاه تمدد روسيا باتجاه أفريقيا وغيرها. إذن الأمر الآن أن الجزائر لديها المفتاح الأول، مفتاح الليبي غرب ليبيا، وأيضا لديها علاقة موازية للعلاقة الفرنسية المصرية، وبالتالي فإن إمكانية العمل بين باريس القاهرة والجزائر العاصمة هذه ستحل مشكلة ليبيا وستحل مشكلة تونس، وهذا هو الذي يريد الآن ماكرون أن يستعيد به العافية. فسيبدأ الأمر أولا مع باماكو وعلى الأقل المستوى الأدنى من العلاقة بين باماكو وما بين باريس ومن ثم أيضا في غرب أفريقيا، هذا شيء هام. وأمام كل ما يجري هناك تمدد بشكل كبير وخطير للغاية، لأن الأسد الأفريقي اليوم أصبح في تونس، في السنغال، في غانا، إذن أصبح متمددا بشكل أكبر، والأمريكيون يسيطرون على غرب أفريقيا، ولا يمكن بأي حال رد الأمريكي إلا بإحضار الرقم الفرنسي. فالرقم الفرنسي الآن أصبح اضطراريا بعد أن استنزل، بعد أن هزم، اليوم يستعاد من أجل شيء واحد، كي لا تتغول أمريكا. أمريكا الآن تريد أن تجتاح غرب أفريقيا بشكل كامل وأيضا منطقة الساحل، وهذا الذي يجعل من قدرات مناورات الأسد الأفريقي في السنغال وفي تونس مدعاة وبشكل أكبر إلى هذا التمدد نحو غانا. ولا بد للجزائر أن تعمل على خلق التوازن، ولن يكون التوازن إلا عبر الرقم الفرنسي. لهذا فهناك تمدد هائل وجيوسياسي كبير للأمريكيين عبر مناورات الأسد الأفريقي، ولن يوقف هذا التمدد إلا عبر الرقم الفرنسي. المسألة الثانية أن العودة إلى الساحل لا بد من توازن أساسا، ويمكن أن يعمل عليه الفرنسي. أما الروسي فهو يريد أن يلتهم أرقاما حقيقية مع دول في الساحل الأفريقي، وهذا شيء هام للغاية. ويريد الجزائري خلق هذا التوازن ما بين روسيا وما بين فرنسا وتصريف الأمرين معا من أجل خلق توازن مع أمريكا. لا يعطى لأمريكا كل شيء ولا تسلب فرنسا من كل شيء، وبالتالي فإن خلق توازن روسي فرنسي أمريكي في هذه المنطقة وأن يكون الجزائري هو عراب ذلك سيكون له ما بعده بكل تأكيد. إذن أمامنا خسارة فرنسا في وسط المتوسط، البحر المتوسط، ثانيا خسارة للغاز، خسارة للموقع الاستراتيجي في الساحل، خسارة أمام التمدد لمناورات الأسد الأفريقي تجاه تونس والسنغال وإلى غانا، وتمدد ثاني وخسارة أمام روسيا، لأن باماكو أصبحت عاصمة النفوذ الروسي الجديد. لذلك فهذه الخسائر لا يمكن أن يتركها الفرنسي، فقد طرد مباشرة لودريون وأتى بالتي يمكن أن تقبل بالحد الأدنى. من يعرف وزيرة الخارجية الحالية فهي تدرك جيدا موازين القوى وتقبل الحدود الدنيا، وهذا الذي سيساهم في خلق علاقة ند للند مع فرنسا. وسيعمل الفرنسي الآن مع الجزائري على قدم المساواة، لأن الخسائر التي تكبدتها فرنسا لا يتخيلها أحد. وبالتالي فإن اليوم تحتاج فرنسا إلى الجزائر كما تحتاج الجزائر إلى فرنسا لخلق توازنات لا تريد أن تقع هذه المنطقة في جيب أحد ولا أيضا في خانة أحد. لذلك فالمهم في هذه العملية أن يكون هناك خلق توازنات، وهذه التوازنات هي التي يسعى إليها تبون،
وتبقى الجزائر عاملة استقرار لهذه التوازنات الأمريكية الروسية الفرنسية، لأنها مهمة دون أن يتغول عامل على آخر، وهذا جزء من استراتيجية التوازنات التي يعمل عليها الجزائري، لأن من الصعب جدا قبول هذا التمدد الكبير لمناورات الأسد الأفريقي، وأيضا الاحتكار الروسية لسياسة باماكو، فهذا أيضا من الصعب، لأن دائما كان هامش معين يتحرك من خلاله الجزائري، والآن يريد الروس الاستحواذ بشكل كامل على سياسة الساحل انطلاقا من باماكو، وهذا مزعج للغاية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.